أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، ونناقش لهذه الليلة استحواذ الحوثيين باسم شركة عمانية على شركة MTN للاتصالات، والتي استحوذوا عليها بصفقة مشبوهة قالت فيها الشركة الجنوب إفريقية والتي غادرت البلاد أنها باعت فرعها في اليمن لصالح شركة عمانية تحت اسم مستعار أو اسم غير معروف تجاري اسمه زمردة أو زمرد. لكن من الواضح أن الحوثيين هم من يقفوا خلف هذه الصفقة والاستحواذ على شركة MTN للاتصالات في البلاد. أتى هذا الاستحواذ ليكشف فساد وضعف أداء الحكومة الشرعية فيما يتعلق بمؤسسة الاتصالات ووزارة الاتصالات، خاصة أن الحوثيين هم من يسيطرون على هذا القطاع الهام والحيوي والذي يدر الملايين من الدولارات على الحوثيين. عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب لهذا المساء بالمهندس محمد المحيميد، مهندس اتصالات وخبير تقنية معلومات. أهلا بك أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ عبد الله عليك وعلى المشاهدين الكرام. نعم، وأرحب أيضا بالأستاذ رغيد السعيد، وكيل مساعد لتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات. أهلا بك أستاذ رغيد. رغيد السعيد، اهلا وسهلا فيكم وانتم مشاهدين قناه عين الشباب. نعم، وارحب ايضا بالاستاذ رائد الثابتي، مهندس وخبير اتصالات. اهلا بك استاذ رائد. يبدو ان الصوت يتاخر، سيكون معنا الاستاذ رائد الثابتي، ولكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا التقرير عن هذه الصفقة المشبوهة والتي استحوذ فيها الحوثيون على فرع شركة MTN للاتصالات في اليمن. MTN معك في كل مكان. لم تعد في كل مكان كما هو حال شعارها. شركة MTN الجنوب إفريقية تغادر اليمن بعد بيع حصتها في الظاهر لشركة عمانية عبر شركة محلية تقول المعلومات إنها تتبع ميليشيا الحوثية الإرهابية. مغادرة الشركة لليمن جاءت تحت مبرر تنفيذها استراتيجية أعلنتها العام الماضي وتقضي بمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في قارة إفريقيا، غير أن الحكومة الشرعية أعلنت رفضها الإجراءات أحادية الجانب من شركة MTN المتعلقة بخروجها النهائي من اليمن وبيع حصتها لصالح شركة اتصالات أخرى، ووصفت ما قامت به MTN بأنه تهرب من دفع الرسوم القانونية والضرائب التي عليها خلال الفترة الماضية. مغادرة الشركة لليمن وبيع حصتها لشركة على ارتباط بميليشيا الحوثي يعزز من قبضة الميليشيا على قطاع الاتصالات مالياً ومعلوماتياً، حيث أصبحت الميليشيا حالياً تسيطر على مجمل شركات الاتصالات في البلاد، ما يمنحها أفضلية معلوماتية في حربها ضد اليمنيين. وتشير التقارير إلى أن إيرادات ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات بلغت 5 مليار دولار بين عامي 2014 و2020، حيث تمول الميليشيا من خلالها عملياتها العسكرية وعدوانها في عدد من المدن اليمنية. وفي كل مرة يتكرر فيها الحديث عن قطاع الاتصالات يتكرر أيضا تساؤل قديم جديد عن فشل الشرعية في قطع الطريق أمام الميليشيا لتشغيل شركات الاتصالات من عدن وتعثرها في هذا المجال، كما حدث مع عدن نت الشركة التي أعلنت اسما وغابت واقعا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأبدأ معك أستاذ محمد المحيميد، كيف استحوذ الحوثيون على هذه الشركة، خاصة الأخبار تم تداولها منذ فترة أن MTN ستغادر وستبيع، لماذا لم تستطع لنقل الحكومة الشرعية منع هذه الصفقة؟ في الحقيقة فإن شركة MTN والتي مقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا أعلنت قبل أكثر من سنة بأنها تنوي الخروج من اليمن بسبب تعثر في الاستثمار في اليمن حسب بيانها الأول، وتكلمنا عن هذه النقطة منذ أكثر من سنة ورفعنا أصواتنا مطالبين الحكومة الشرعية بأن تخاطب جنوب أفريقيا كدولة وتخاطب الشركة الأم في جنوب أفريقيا كشركة أجنبية مستثمرة في اليمن وفقا للدستور اليمني وللشرعية اليمنية والقوانين الدولية المعترف بها في باب الاستثمار،
طالبنا الحكومة الشرعية وممثلة بوزارة الاتصالات وبالخارجية بأن تحتج لدى جنوب أفريقيا كدولة وتحتج لدى الشركة أيضا وأن تمنع بيع هذه الصفقة لجماعة إرهابية متمردة هي جماعة الحوثيين، وبالتالي كان على الحكومة الشرعية أن تعمل على إيقاف هذه الصفقة وألا تسمح بمثل هذا البيع. لماذا؟ لأن الجماعة التي تسيطر على صنعاء هي جماعة انقلابية، جماعة غير شرعية، وبالتالي ما يتم يعني تحت هذه السلطة هو غير شرعي وغير قانوني. ولكن للأسف الشديد لم تحرك الحكومة ساكنا ولم تفعل شيئا. تخيل أنه بعد إتمام الصفقة رغم تداول الخبر منذ أكثر من سنة، يوم إعلان تم البيع أو تمت الصفقة، متى تحركت وزارة اتصالات الحكومة الشرعية؟ بعد 3 أيام أصدرت بيانا بأنها تستنكر هذه الصفقة وأنها يعني هذه الصفقة ليست شرعية ومن هذا الباب. وبالتالي إذا كان بعد إعلان يعني انتهاء البيع، عملية انتهاء البيع، ب3 أيام صدر بيان من الحكومة الشرعية من باب أنه علم بهذه الصفقة، فما ظنك ستفعل هذه الوزارة أو هذه الحكومة يعني إزاء هذه الشركة سواء في على المستوى يعني الدولي أو على المستوى الداخلي؟ نعم، إنها تجد أن الوزارة غير معنية بهذا الملف، هذا ما يؤكده سلوك الوزارة خلال سنة كاملة منذ تردد ومنذ أعلنت الشركة نيتها الخروج من اليمن. نعم، عموما الوزارة كما قلت أصدرت بيان وقالت أنها ترفض ذلك. سأعود لك حول ما ينبغي على الحكومة الشرعية أن تقوم به جراء هذه الصفقة، صفقة البيع للحوثيين، لكن دعنا أيضا نأخذ رأي الحكومة مع الأستاذ رغيد السعيد، خاصة أن الحكومة أصدرت بيانا لرفض هذه الصفقة، ما التالي الآن وما هي الخطوات التي قد تقوم بها الوزارة وأيضا الحكومة لمنع هذه الصفقة على الأقل؟ أستاذ رغيد، رغيد السعيد هل هو موجود معنا؟ حقيقة احنا وصلنا الخبر اكثر. نعم سمعت. اوكي تفضل، ما هي الخطوات الان التي ستقوم بها الوزارة؟ الخبر من فترة، وارفع صوتك لو تسألوك تكرمت. وكنا على تواصل مستمر بشكل دائم ولدينا كثير من الرسائل والاتصالات مع شركة امتيان عشان من أجل تشديد الوضع مع وزارة الاتصالات والحكومة الشرعية وكثير. رغيد السعيد، بإمكانك أن تكون في مكان فيه تغطية، بإمكانك أن تكون في مكان فيه تغطية جيدة لنسمع صوتك، وجودك مهم في هذه الحلقة على الأقل لتمثل وجهة نظر الحكومة الرسمي. سأعود إليك رائد الثابتي، مهندس وخبير اتصالات، تجد أن بيع كمراقب بيع الامتئن لحصتها أو لنقل لفرعها في اليمن شركة ادعت أنها عمانية وإنما هي للحوثيين، أنها لا تشوبها أي شائبة قانونية وأنها تملك ذلك، تملك هذا الحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك أخي كل كرام الخير وعلى الأقل المشاهدين الكرام. هي لا تملك الحق، يعني بكل تأكيد لا تملك الحق، لكن هذه الميليشيات هي تعمل في المساحة الفارغة التي لا تجد فيها شرعية. والحقيقة أنه هذه الجهات سواء كانت شركة MTN أو سواء كانت الشركة العمانية لم تجد مع الأسف الشديد دولة تتعامل معها في الداخل، وهذه مشكلتنا في الحكومة برمتها خلال الفترة الماضية. طبعا الحكومة أصدرت بيان كما تعلم قبل أيام بخصوص هذه الصفقة، والبيان هذا وحده برأيي أنه لا يكفي، لابد من تصعيد الموقف، يعني حتى لو كان على المستوى الحكومي أو عن طريق وزارة الخارجية ومخاطبة الجير كما شرط من الداخل والخارج التعامل بهذه الصفقة من الأخوة العمانيين هو تعدي على السياد، لأنك تتعامل أيضا في نفس الوقت مع مور السياد اسمه الاتصالات الذي لا يجب أن تمنح فيه في الظروف العادية الترخيص أو البيع والشراء إلا في حالة بموافقة مجلس النواب في مقدمة التراخيص. فأنا رأيي ما دام الأخ الوكيل اللي يمثل الجانب الرسمي أن نسمع منه أكثر، هو جانب إيجابي أن نسمع اليوم وكيلنا، أعتقد أنه أول مسؤول رسمي في قافل تجارب ونسمع منهم، ونحن نأخذ على يده وعلى يد الأخ الوزير وعلى الكل أن يحملوا على إيقاف هذه حكمة العالم بدنا حكومة شرعية يجب التعامل معها وأنها في شكل قلبية، وإلا فمن معناه مواد الرئاسة
أيضا نتمنى إعادة الاتصال بك، وهذا أيضا دليل آخر على رداءة قطاع الاتصالات في البلاد. وعاد معنا رغيد السعيد وكيل مساعد لتقنية المعلومات بوزارة الاتصالات. ما هي خطوات الحكومة الآن المفترضة بعد الإعلان عن هذه الصفقة؟ ما الذي تنوون فعله أنتم كوزارة للاتصالات؟ أولا أود أن أوضح أنه تم التواصل مع شركة MTN في أكثر من مرة، وتم دعوتهم لحضور وتصحيح وضعهم ونقلهم إلى المناطق الشرعية، بحيث أنه نحن نمثل الجهة الشرعية والرسمية والقانونية لوزارة الاتصالات. وأيضا قد تواصلنا بشكل رسمي مع شركة MTN جنوب أفريقيا عن طريق وزارة، وتم توجيه لهم رسالة رسمية بأن هذه الصفقة التي ستتم هي غير قانونية وغير شرعية ومخالفة، وفيها مخالفة جسيمة للقانون سواء كان المحلي أو القانون الدولي. والآن عندما تمت الصفقة، طبعا هذه عملية البيع مخالفة كبيرة للقانون اليمني، فهي تعتبر لاغية وغير قانونية. والآن نحن في صدد وضع ليس فقط تنديد أو مجرد إعلان حكومي، لكن هي البيانات اللي تمت هي فقط لإظهار رؤية الوزارة ورؤية الحكومة الشرعية بهذه الصفقة. ولكن نحن في صدد وضع إجراءات حازمة، لأنه مثل ما قلت هذا تعتبر مخالفة جسيمة للقانون اليمني، التي تمثل فيه أنه هذه العملية غير قانونية، لم تتم فيها إشعار الوزارة ولا اتخاذ الإجراءات السليمة والترتيبات السليمة لعملية البيع. لهذا نحن لا نعترف بعملية البيع ولا بنقل ملكيتها، لأن لم يتم التواصل معنا بشكل مباشر ولا. إذن على هذا الرفض، ما الذي ينبني عليه على عمل الشركة داخل البلاد؟ هل ستستمر في تقديم خدماتها على الأقل في المناطق المحررة، أم ستمنعون ذلك؟ هذه ما نحن الآن في مثل ما تقول السلاح ذو حدين. قطع الخدمة تستلزم قطع الخدمة على المواطنين. هذا الأسباب الكثيرة التي كانت من أهدافنا أنه يتم نقل الاتصالات إلى الشرعية بشكل تسلسلي مسلس، بحيث لا يتأثر في الأخير المواطن. المواطن في الأخير هو يحتاج إلى خدمة تواصل، التاجر يحتاج خدمة تواصل، جميع القطاعات تحتاج إلى هذه الخدمات. لهذا المسألة دي حساسة جدا في عملية قطعها. الخدمة بالنسبة للMTN هي لا زالت ستستمر وتستمر، لأنها في الأخير لها مشتركين لها مواطنين. طريقة التعامل مع الشركة حاليا طبعا سيتم قريبا إجراءات سيتم إعلانها لاحقا، ما هي الإجراءات اللي سيتم معها، كيف التعامل معها، ما هي وضعها الآن الحالي القانوني، سواء كان قضايا سواء كان وضع اليد، هذه أشياء كلها سيتم بحسب الإجراءات القانونية اللي سيتم بعد الاتفاق مع اللجنة المشكلة من الشؤون القانونية والمالية. ما هي هذه الإجراءات مثلا؟ هل بإمكانك أن تقول لنا ما هي لو تكرمت؟ يعني سيتم إعلانها وحينها عند الاتفاق عليها إن شاء الله. الاتفاق عليها في إطار الوزارة بإذن الله. هل هناك لجنة معنية بالأمر؟ عفوا، هناك لجنة معنية بالأمر؟ نعم، هناك إجراءات. نعم، مثل ما قلت لك أيضا الوزارة الخارجية لها معنية في الموضوع، قد تم تراسل مع الشركة الجنوب أفريقيا عن طريق وزارة الخارجية وتوجهت لهم رسالة رسمية. هذه كلها تمت من قبل إجراءات عملية البيع، أنه أي إجراء يجب أن تكون بحسب القوانين اليمنية، بحسب الالتزامات والإجراءات اللوائح الموجودة مع وزارة الاتصالات. نعم، لكن الخدمة ستستمر سواء في مناطق الحوثي أو في مناطق الشرعية، لا تنوون قطعها في الوقت. نعم، في الوقت الراهن، لأن هي خدمة في الأخير تصل إلى المواطنين. مثل ما قلت لك هي مسألة حساسة، مسألة تحتاج إلى دراسة
جيدة بحيث أنه لا تؤثر الخدمة على المواطنين، لأنه قطعها وإيقافها بشكل عشوائي أو يعني بشكل صارم بالشكل هذا من غير دراسة واضحة ما هي البدائل، ستؤثر أثر سلبي على التواصل بين الجمهور اليمني والمواطنين والأسر والتجار الكثير، وسيتأثر بالخدمة هذه. سنعود إليك أو سنعود إليك أستاذ رغيد لنسألك على كثير أيضا من مهام الوزارة، وخاصة تصريح الوزير الجديد نجيب العوق الذي قال أنه خلال 3 أشهر منذ تسلمه الوزارة أنه سيعمل على استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات ونقلها من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية، ومن ذلك الحين حتى الآن ربما أكثر من عام لم نرى شيئا من ذلك. سأعود إليك أستاذ رغيد ورأيك فيما ورد على لسان الأستاذ وكيل المساعد. دعني أوضح للمشاهد الكريم، أولا بيان شركة MTN في جنوب أفريقيا الذي بارك عملية صفقة البيع نص أن هذا البيع تم مع وزارة اتصالات صنعاء، وزارة اتصالات الحوثيين، وهذا اعتراف من جنوب أفريقيا أو من الشركة في جنوب أفريقيا وزارة اتصالات الحوثيين حيث المكان الأم، لكنه لم يذكر بتاتا وزارة اتصالات الحكومة الشرعية الذي يقول المسؤول في الاتصال بأنه يتواصل مع الجانب الأفريقي ومع الشركة. وبالتالي من هنا نقول أن وزارة أو شركة MTN الجنوب أفريقية لا تعترف بوزارة اتصالات الحكومة الشرعية، بمن تعترف؟ فقط بوزارة اتصالات الحوثيين، وهذا هو النقطة الأساسية. لأن الشركة الأم موجودة هناك، موجودة في صنعاء. لكن لو كان مثل هذا الخطاب، مثل هذا الضغط حصل على جنوب أفريقيا بأنكم تتعاملون مع جماعة انقلابية منذ سنة، لما تجرأت الشركة أن تعترف هذا الاعتراف بهذه الوزارة الانقلابية. هذه نقطة مهمة جدا، نريد أن نعرف من الوزارة متى راسلت حكومة جنوب أفريقيا، ولماذا جنوب أفريقيا لم تعر هذه الرسالة أي اهتمام؟ أي اهتمام. نعم، وهي الحكومة المعترف بها. أن الشركة لجنوب أفريقيا باعت بيع خسارة. دعني أقول أنت في حرب وفقدت أرضك، لماذا تريد هذه النقطة؟ لماذا تريد من الشركة الجنوب أفريقية أن تقوم مقامك أنت كشرعية؟ من أقول لك أن الحكومة الشرعية قصرت خلال سنة من عمليات التفاوض في البيع بين الجانب الحوثي وجانب الشركة بأنها لم تضغط على الجانب جنوب أفريقيا لإيقاف الصفقة. أيضا الشركة العمانية تعاملت مع الموضوع بنفس الأمر، فهي تعتبر الوزارة في صنعاء هي الوزارة الشرعية، وبناء على ذلك وافقت على مثل هذه الصفقة. إذن أنت يجب على الحكومة الشرعية الآن أن تخاطب عمان كدولة شقيقة وتسألهم هل أنتم تعترفون بالحوثيين أم بالشرعية؟ إن كنتم تعترفون بالحوثيين، مكان لغسيل قاذورة الحوثيين لنقول، ومع ذلك هي الواجهة الآن، يقال أن شركة عمانية تم تسجيلها خلال شهر، وهذا على حساب الحكومة الشرعية وينتقص من الحكومة الشرعية، سواء موقف جنوب أفريقيا، بل أن مسؤول في وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا خرج وبارك الصفقة. نحن نريد من الحكومة جنوب الشرعية أفريقيا عمان. نعم، من جنوب أفريقيا بارك الصفقة، والمسؤول في الشركة الجنوب أفريقية. ما هو الموقف الرسمي العماني؟ لم يعلنوا موقف. الشركة العمانية هذه لا تعمل إلا بموافقة السلطات العمانية قطعا، وبالتالي أنا أرى أنه اعتراف عماني بالحكومة في حكومة الحوثيين. موضوع قطع الخدمة الآن لنا 10 أيام منذ تمت الصفقة وتم إعلانها، حتى الآن الأخ المسؤول الوكيل المساعد لا يعلم ما هي الإجراءات التي ستتخذ ضد الشركة. معقولة أنه بعد مرور 10 أيام من نفاذ عملية الخدمة ستستمر؟ هو قال حرصنا على الاستمرار. وهذه هي الكارثة، الخدمة بإمكان الحكومة الشرعية إن كانت جادة أن يعني تصدر بيان بأن تعطي مهلة محددة ومعلومة وقصيرة الأجل بأن على شركة MTN أن تصحح وضعها القانوني الشرعي الجديد بالتعامل مع الحكومة الشرعية. لا، قد بيعت يعني. ممتاز، جنوب أفريقيا استلمت فلوسها وراحت. خلاص، على النائب العام أن يعمل حجز ممتلكات شركة MTN في المناطق المحررة، ويعمل على إيقاف خدمة هذه الشركة لأنها أصبحت شركة غير قانونية وتعمل بغطاء غير قانوني. وبالنسبة للخدمة المشتركين يمكن للحكومة الشرعية وزارة الاتصالات أن تنقل يعني اشتراكهم إلى الشركات الأخرى العاملة، مثلا شركة يمن موبايل العاملة أو شركة سبافون. يمن موبايل أيضا في تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء. هنا القصور الكامل. الأخ الوكيل المساعد يقول أنه سيعمل على نقل قطاع الاتصالات بعد 7 سنوات، يعني علينا أن ننتظر 7 سنوات أخرى حتى يعمل على نقل قطاع الاتصالات أو الضغط على الشركات لكي يتم. الوزير هو كان قد صرح بأنه سيعمل على نقل قطاع الاتصالات إلى عدن، تقول ما الذي أفشله مثلا؟ هو فعلا حدد في أول تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أنه بعد 3 أشهر سيغير المشهد في قطاع الاتصالات. الآن مرت أكثر من سنة ولم يتغير أي شيء في المشهد، بل الكارثة تعمقت، وهذه آخر تجلياتها، هذه الصفقة التي بيعت فيها شركة دولية لعصابة انقلابية
وبمباركة من جهة من دولتين على الأقل تدعي أنهما تعترفان بالحكومة الشرعية، وفي الحقيقة وفي الواقع هم يعترفون بعصابة الحوثي كحكومة شرعية مسيطرة على البلد، وتمت هذه الصفقة يعني مخالفة للقانون الدولي، ولم نجد أي رد فعل حقيقي سوى البيان الذي صدر بعد 3 أيام والذي لم يسمن ولم يغني من جوع. نحن نريد بدون أي إجراءات باستطاعة الحكومة الشرعية أن تضغط الآن على شركة MTN على الأقل في المناطق المحررة، وتستطيع أن توقف محطات البيس ستيشن كنترول للشركة في 7 محطات في المناطق المحررة. لو استطاعت أن توقف هذه المحطات ستخضع هذه الشركة المواطن. قلت لك يمكن تعويض هؤلاء المواطنين بأن ننقل اشتراكهم على شركات أخرى، ويمكن الحكومة أو الوزارة يعني تقول للمشتركين بأنه في حال الشركة دفعت الخسائر والتعويضات للحكومة سنعوض المشتركين. هناك لا. أكثر من حل هذا الموضوع، لكن لا ينبغي السماح لشركة غير قانونية أن تعمل ولصالح الحوثيين. المستفيد الوحيد هو الحوثي، والخسارة المحققة يعني الشرعية والمواطنين والشعب اليمني. نعم، إذن سأعود إليك محمد المحيمي، ودعنا أيضا نأخذ رأي المهندس رائد الثابتي في هذا الموضوع، وهو إجراءات بخصوص المحطات في مناطق سيطرة الشرعية. هل ستتأثر الجماهير أو المواطنين أو أصحاب الخدمات، أم ستتأثر الشركة فقط؟ وينبغي أن تقوم أيضا الحكومة بإجراء على الأقل لرفض هذا وهذه الصفقة، مع أي رأي أنت؟ يا أخي العزيز، هناك تأثير لكن التأثير سيكون محدود، ولدينا يعني تجربة حية، يعني 7 طن في غضون 8 ساعات تمكنت من نقل خدمتها من صنعاء إلى عدن. ما تحتاج شركة MTN إذا تم الضغط عليها هي إيجاد بكب، كما هو الحال الموجود في عدن أو في مأرب أو في أي محافظة، محطة تبقى محطات نحتاج إلى كور أو إلى نواة تتواجد فيها أجهزة الشبكة هذه وستعمل. كما أن الإجراء هذا اللي أنا أعتبره يعني انتهاك للسيادة اليمنية، ممكن يقابل بمثل أن تصادر ممتلكات هذه الشركة في المناطق المحررة لتكون رسالة لكل الشركات. يعني ما قامت به هذه الميليشيات الحوثية، وأيضا معها أيضا تصرف اللامسؤول من قبل شركة يمرده التعدي على السيادة اليمنية، مورد اتصالات ومورد سيادي، ولدى هذه الشركة رخصة رسمية من قبل المجلس النواب اليمني على أساسها منحت أن تعمل. أما أن تتصرف بهذه العبثية فأنا أعتقد أنه أمر مرفوض، ونحن نشد على أيدي الأخوة في الوزارة أن يكون لهم صوت مسموع، لأن هذه القضية أتمنى منكم أن تكون وسائل الإعلام تكون قضية في رأي عام لا يجب السكوت عليها أبدا. هذه المعركة تحتاج إلى مفاصلة. نعم، هي موضوع سيادي، وربما انتهاك السيادة أكثر خطورة من فقدان لنقل المواطنين لخدمة هذه الشركة، وأنت مع اتخاذ إجراءات بخصوصها وإعلانها أنها شركة غير قانونية في البلاد. ماذا رأيك رغيد السعيد بهذه المقاربة على الأقل من مهندسين في الاتصالات؟ طبعا بالنسبة لمخاطبتنا لشركة MTN هي مخاطبة بشكل رسمي مع الشركة الأم اللي هي باعت، اللي هي شركة MTN جروب. ما تمشي مخاطبتها عن طريق الشركة التي اشترت، لأن احنا اساسا ما نعترف بالصفقة هذه، فلا نستطيع ان نتعاقد مع شركة ثانية خارجة مثل في عمان او في اي دولة ثانية، واحنا اعطينا ترخيص للشركة MTN جروب الام في جنوب افريقيا. وهذا مثل ما تفضلوا هذا موضوع سيادي، موضوع حساس، رأي عام. المشكلة التي نواجهها هي منذ عقود من قبل الحرب كل الاتصالات، قطاع الاتصالات يتم مركزتها، مركزيتها والتحكم فيها وسيطرتها في صنعاء. نعم، الوزير عن هذه النقطة، ربما الصفقة هي تجلي لسيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات منذ مدة، يستخدمونها للتجسس وما إلى ذلك، لكن الوزير الجديد نجيب العقال خلال 3 أشهر سأعمل على نقل قطاع الاتصالات إلى المناطق المحررة، حتى الآن لم نرى شيئا، لماذا؟ هو لو لاحظتم أنتم أيضا الوضع السياسي كان في عدم استقرار للعمل بشكل واضح وشكل مرن. الوضع السياسي كان في تقلبات، كان في كثير من العوائق التي تسمح أن يكون هناك جو عمل مناسب إيجابي، بحيث أننا نستطيع أن ينتج ما أعلن عليه بشكل واضح. التزامات الحكومة كانت واضحة في بدايتها بتركيزها على قطاع الاتصالات، ولكن الذي حصل
من عوائق من كثير من الصعوبات اللي واجهوها من ناحيه حتى المركزيه الاتصالات. هي لا شيء مستحيل في الاتصالات، هناك حلول لكن بعض الحلول تحتاج الى وقت، بعض الحلول تحتاج الى اموال كبيره لحلها، وبعض الحلول تحتاج الى تكنولوجيا عاليه جدا بحيث ان نستطيع ان نحلها. هذه كلها ما تم ترتيبها بشكل متزامن بسبب الاوضاع السياسيه التي حصلت، بحيث انه نستطيع ان نتخذ هناك قرارات اداريه تكون واضحه ملزمه على الجميع. هذا بالنسبه لتصريحات الوزير بالنسبه للوعود وكان نقلها، ومثل ما قلت لكم انه الوضع ما كان مناسب. مركزيه الشركات في صنعاء كانت وتحكمها في صنعاء كانت اثرها كبير على ثلاثه السيطره ونقلها الى عدن كمناطق شرعيه بحيث انه تكون تحت سلطتنا. هذه كلها تم التخاطب فيها جميع الشركات الاتصالات الهاتف النقال بنقل ادارتهم ومركز تحكمهم الى عدن من السابق، ولكن في عوائق في التزامات كانت من طرفين التي اثرت على تثبيت هذه الاجراءات، ولكن التزمت شركه كابافون وتم نقلها نقل المشتركين من ام تي ان الى سبافون. هذه مش بالسهوله، هذه ايضا يعني مش ليست بهذه السهوله التي يرفعونها الاخوه الزملاء المهندسين، لان هذه لها نظام اخر، هذه تحتاج الى طور مثل ما قالوا سنترال جديد، السنترال تثبيته يحتاج الى اشهر ليس بشكل مرن انه اضع سيطرتي على المناطق الشرعيه كلها مثل ما تفضلوا البي سيز اللي هي نظام محطات التحكم، هذه تحتاج الى تراسل، تحتاج الى مراكز تحكم، هذه انشائها اللي تمت في عقود كثيره طويله الفتره الطويله. نعم. وفي فترات اللي تكون ثابته سياسيا. للاستاذ المحيمد ربما راي، لكن اسمع منك الراي بعد الفاصل. طيب نذهب الى فاصل اعزائي المشاهدين، ومن ثم نسمع تعليق المحيميد المهندس المحيميد بطبيعه الحال خبير اتصالات على افاده الوكيل المساعد لتقنيه المعلومات في وزاره الاتصالات. نتتبع المعلومه ونغامر من أجل السلم، ومن هنا تبدأ الحكاية. وهنا نجمع تفاصيلها لتكتمل الصورة. لنكون معكم على رأس الساعة. في المنتصف نناقش آخر المستجدات ونغوص في تفاصيل الأحداث، نقدم إحاطات موجزة ونشرات مفصلة لتكونوا على اطلاع كامل. الأخبار على يمن شباب. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. استمعنا لإفادة الوكيل المساعد لوزارة الاتصالات عن صعوبة نقل هذه المؤسسات، على الرغم من أن الوزير كان قد صرح بأنه سيعمل على نقل هذه المؤسسات خلال ثلاثة أشهر من مناطق الحوثيين إلى المناطق المحررة. استمعت إلى الصعوبات التي كانت تواجههم، ولديك قلت بعض الرد يعني على هذا الموضوع. مع احترامي للشخص الوكيل المساعد، لكن حقيقة الدفاع الذي سمعناه والصعوبات التي اختلقها، لو دعي الآن مسؤول في وزارة الاتصالات الحوثيين لما قال مثل هذا الدفاع للأسف الشديد. ذكر أن هناك المركزية الشديدة في الاتصالات هي سبب عدم نقل الاتصالات. هناك عندنا مثال حي واضح، سبأفون انتقلت إلى عدن، لكن سبأفون لا تستطيع الاتصال بالشركات الأخرى حتى في مناطق الشرعية بسبب وزارة الاتصالات الشرعية التي لم تعطيها مثل هذه الخدمات، ولم تضغط على شركة إمتين أو يمن موبايل أن ترتبط بسبأفون، ولم تعطيها الاتصال الدولي.
يقول الأخ الوكيل بأن شركة MTN أو المشتركين في MTN لا يمكن نقلهم على الشركات الأخرى لأن النظام مختلف. هذا غير صحيح. MTN وسبافون هذا غريب من الوكيل المساعد، لأنه MTN وسبافون نفس النظام GSM، وبالتالي ممكن للمشتركين في MTN أن يتم نقلهم على إلى سبافون بكل سهولة ويسر، وهذا يعني كلام علمي دقيق، يعني يمكن لا يمكن أن نتجادل حوله. النقطة الثانية يتكلم عن الصعوبات السياسية. ما هي الصعوبات السياسية التي واجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة؟ بالعكس، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يعني منحت شركة عدن نت في عدن ب 93 مليون دولار، وكان هذا المشروع الجبار بتقنية الجيل الرابع يعني مدعوم من الحكومة ومن التحالف. ما الذي حصل؟ تم إفشال هذا المشروع، وتم النصب باسم هذا المشروع يعني بعشرات الملايين من الدولارات. هذا المشروع الذي كان يفترض أن يغطي جميع المناطق المحررة الآن يغطي حيين من أحياء عدن، ويتم توريد يعني المبالغ من بيع المودمات في هذا المشروع ب3000 سعودي، رغم أن بن دغر عندما كان رئيس وزراء وجه بأن سعر المودم الواحد 5000 ريال يمني ويتم بيعه بالسوق السوداء ومن تحت الطاولة وبالواسطة، ومع ذلك الخدمة سيئة. بل أن يعني مؤخرا اكتشفنا أنه لا يوجد شبكة ألياف ضوئية خاصة بعدن نت، يعني أخذوا شعيرات من شبكة ألياف المؤسسة العامة للاتصالات، ونحن كنا نظن أن عدن نت مؤسسة عامة للاتصالات التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين وبالتالي هذا المشروع الوهمي يعني تم إفشاله بشكل متعمد وبدون أي عوائق سياسية، والنتائج الكارثية. هل تظن أن قطاع الاتصالات من القطاعات التي يتفق فيها مسؤولين في الشرعية مع مسؤولين في الحوثي ويتخادمون في الفساد، في الحقيقة خاصة الوزير السابق؟ هذا السؤال لا يحتاج المشاهد اللبيب للإجابة عليه، لأن يعني إبقاء الشرعية يعني بكافة مكوناتها والسكوت على هذا القطاع الخطير جدا في المعركة ضد عصابة الحوثي الانقلابية أمنيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى اليوم 7 سنوات دون أي حراك فيه ولا مسمار واحد تحرك فيه ودون أي اعتراض، يعني هو الجواب الشافي والكافي لمن يريد الإجابة على مثل هذا السؤال عندك، وأن هناك تجار حروب بدليل أن الحوثيين سهلوا مثلا لمقربين من هذه الاستيلاء على شركة واي وشراءها من قبل الحوثي، والحوثيين سكتوا. الآن الحوثي يشتري MTN والشرعية بالضبط تمشي له، يعني مشي له بالضبط. شركة واي هذه بهذه الطريقة، شركة واي التي يراد أن تنطلق من عدن لمقربين ونافذين في الشرعية للأسف الشديد من هذه وعيال هذه ومقربين من الرئاسة بشكل عام. نعم، هذه الشركة أنا أقول لك بأنها غير شرعية وفقا للدستور اليمني والقانون اليمني، لأن الملاك الرئيسيين وأغلبهم لم يبع هذه الشركة، وبالتالي عندما عجز النافذون هؤلاء عن إنشاء شركة، ومنهم الوزير السابق للأسف أصبح شريك في هذه الشركة. تخيل وزير اتصالات وزير انتقل إلى مالك في شركة جديدة، في مالك مباشرة، هذا فساد رسمي نظمي معلن يعني. نعم، فهذه الشركة تعفى من الرسوم. تخيل يفترض أنها تقدم الخدمة الآن بالجيل الرابع وتم إعفائها من 200 مليون دولار 200 مليون دولار تقدم الحكومة، تم إعفائها بدعوى ماذا؟ تسهيلات استثمارية. لا مانع أن تعلن عن هذه التسهيلات الاستثمارية، لكن يجب أن تساوي الجميع فيها وتعطي تسمح لشركات أخرى أن تنشأ من الصفر، أو تسمح مثلا لسبافون أن تحصل على مثل هذا الميزة. لكن في الحقيقة ما حصل عبارة عن إعفاء لشركة تخص مقربين زي ما قلنا من نافذين في الشركة. وشيلني شيلك والحوثي راضي عن هذا الشيء. بل أن الأخطر من هذا، دعنا ننقل الأخطر من هذا وما تسرب مؤخرا، أن وزير الاتصالات جمد عضويته أو قدم استقالته الدكتور نجيب العوج بسبب أن الانتقال يرفض نجيب العوج. لم يعد وزيرا، هو قدم استقالته كما سمعنا منذ عدة أسابيع. نعم، لا يعمل قدم استقالته أو جمد عضويته بحجة أن المجلس الانتقالي يرفض تدشين شركة واي هذه التي يملكها رافدون في الرئاسة، حتى يعني حجة الانتقالي أنا في تقديري ربما يكون هناك خلاف سياسي مع هؤلاء النافذين، ولكن الانتقالي الحجة التي يقدمها بأن هذه الشركة ليست مستقلة عن الحوثي في صنعاء وبالتالي لن يسمح لها بالانطلاق. بالعمل حتى الحوثي حتى الانتقالي نفسه يقول لماذا أسمح لمقربين من هذه والحوثي أن يخدموا بعض، فيدني فيدك وأنا أتفرج عليهم مثلا. يمكن الانتقالي أيضا هو أيضا أن يعمل على تأسيس شركة خاصة به. إذن دعنا ننقل هذا السؤال للوكيل رغيد السعيد. هل يبدو الأمر على هذه الطريقة؟ الحوثيون سهلوا لمقربين من هذه الاستيلاء على واي، فيما الشرعية ربما سهلت للحوثيين الاستيلاء على MTN. هل يبدو الأمر بهذه المقاربة؟ لا، هذا غير صحيح. ما هو الصحيح؟ لأنه هناك أسس وقوانين تلزمنا، احنا لوائح تلزمنا بأن تكون هذه
عملية، سواء كانت تأسيس شركة جديدة، سواء كان نقل شركة، في هناك لوائح وقوانين نحن نلتزم فيها. كيف يتحول وزير سابق إلى مالك في شركة جديدة؟ لطفي باشريف، كيف يعني أنت تكون وزير وفي فترتك تم الاستحواذ على الشركة، نتفاجأ بأنك شريك فيها، كيف يعني؟ كيف يمكن تفسيرها؟ لا يوجد لدينا ما يثبت هذا، لا يوجد ما يمنع. أن تدعون أنه هناك شراكة من الوزير لشركة معينة، لا يمنع أن وزير مختص في قطاع معين أن يكون في فترة حصل شبهة فساد ونتفاجأ أنه يمتلك حصص. شوف يا سيدي العزيز، أي شركة جديدة تقدم أوراقها إلى وزارة الاتصالات نحن نطلع على الاطلاع على النظام الأساسي، نطلع على الشركاء، على التصريح من وزارة الصناعة، وليس هناك أي ارتباط بما يقوله الأستاذ أو ما يدار في حالة شائعات على هذا على هذه الشركة. ولماذا الانتقال يمنع تدشينها؟ هذا هناك إشكالية حصلت وتم حلها والآن يعملوا بشكل بكامل طاقتهم الشركتان. ما هي الإشكالية؟ تصاريح كانت مجرد مجموعة أشياء، تصاريح تقول وأشياء، لأنه تعرف الانتقالية لها سلطات والشرعية لها. نعم، إذن مشكلة وحلت. ماذا عن الوزير؟ هل بالفعل قدم استقالته أو تجميد عمله أم ما يزال على رأس الوزارة؟ نجيب العود. الوزير هو نعم يعمل، هو وزيرنا ما زال يعمل، يعني لا صحة للمعلومات عن أنه قدم استقالته أو جمد عمله. لا 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 لا، نعم شكرا لك. نعم، إذن شكرا لك الأستاذ رغيد السعيد الوكيل المساعد ل تقنية المعلومات، أنا قد مشكلة في نطق هذه الكلمة، تقنية المعلومات وبوزارة الاتصالات. شكرا لك، وأذهب إليك رائد الثابتي. رائد، ربما استمعت إلى النقاش الذي دار الآن عن فكرة شيني وشي لك، هل تجد أن هذا هو ما يدور؟ يعني يتخادم الحوثي مع لنقل مقربين أو نافذين من دائرة الرئاسة؟ ولدينا يعني تجربة حية، يعني 7 ساعات تمكنت من نقل خدمتها من صنعاء إلى عدن. ما تحتاج شركة إمتين إذا تم الضغط عليها هي إيجاد بكر، كما هو الحال موجود في عدن أو في مأرب أو في أي محافظة، محطات نحتاج إلى كور أو إلى نواة تتواجد فيها أجهزة الشبكة هذه وتتعمل. كما أن الإجراء هذا اللي أنا أعتبره يعني انتهاك للسيادة اليمنية، ممكن يقابل بمثل أن تصادر ممتلكات هذه الشركة في المناطق المحررة لتكون رسالة لكل الشركات. يعني ما قامت به هذه الميليشيات الحوثية، وأيضا معها أيضا تصرف اللامس من قبل شركة المرده هو التعدي على السيادة اليمنية، مورد اتصالات ومورد سيادي، ولدى هذه الشركة رخصة رسمية من قبل مجلس النواب اليمني على أساسها منحت أن تعمل. أما أن تتصرف بهذه العبثية فأنا أعتقد أنه أمر مرفوض، ونحن نشد على أيادي الأخوة في الوزارة أن يكون لهم صوت مسموع، لأن هذه القضية أتمنى منكم أن تكون وسائل الإعلام أنها قضية في رأي عام لا يجب السكوت عليها أبدا، لا يمكن السكوت عليها. نعم نعم، هذه هي اللب وهي الخلاصة، أن قطاع الاتصالات قطاع سيادي يتم المصادقة على الصفقات فيه عبر مجلس النواب الممثلين الشعب، ويجب أن يكون للجمهور وللشعب الاطلاع الواسع على ما يجري في هذا القطاع من تخادم، من صفقات، أيضا من لنقول شبه فساد كبيرة ما بين مقربين من الشرعية وما بين أيضا الحوثيين. ربما القطاعات الرئيسية الضخمة والسمينة مثلا النفط والاتصالات هي الأماكن التي يلتقي فيها الحوثي مع الشرعية. شكرا لك أستاذ رائد الثابتي، مهندس وخبير اتصالات، كنت معنا عبر الهاتف. لديك تعليق أخير؟ قد قاربنا على الانتهاء من هذه الحلقة التي ربما فيها الكثير من الكلام الذي قد يقال. نعم، أنا يؤسفني أن يوجد مسؤول يدافع عن فاسدين. أنا سأعطيك ملمح آخر عن فساد باشريف الوزير السابق. للأسف الشديد تخيل أن شركة هواوي، يكفي أنه شركة هواوي الصينية، شركة هواوي الصينية التي تقدم الخدمات للشركات الاتصالات العاملة في اليمن لا تعمل أي مشروع الآن إلا عن طريق شركة خاصة باشريف، وباشريف لا يسمح لها أن تعمل إلا في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، وبسبب ارتباط باشريف واللوبي الذي معه من قبل بالحوثيين في صنعاء، فأنا أقول لك سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى مرتبطين، يعني حتى يتم تغيير باشريف
مكتب هادي مع الحلفية. الوزارة تحتاج إلى نفل من ساسها إلى راسها وتغيير كل الطاقم فيها، وتعمل بشكل وطني وليس نعم على طريق هادي نعم وما يريده هادي وعيال هادي. أما بقاء الوضع على ما هو عليه فنحن سنستمر في مسلسل الفساد والفشل والتخادم المتعمد والتخادم مع الحوثيين، هذا بكل صراحة. نعم أستاذ محمد المحيميد، مهندس اتصالات وتقنية معلومات، شكرا لك على وجودك معنا هذا المساء، كما أشكر أيضا الوكيل رغيد السعيد وكيل مساعد في وزارة الاتصالات، وأشكر أيضا رايد الثابتي مهندس وخبير اتصالات أيضا كان معنا عبر الهاتف. ونكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تكشف ربما ملمح من ملامح الفساد والمآسي في هذه الحرب التي يفقد فيها الكثيرون أهليهم وذويهم، وهناك من يثرى على حساب هؤلاء المكلومين. هناك محمد عبد السلام مثلا في عمان واشترى هذه MTN، وهناك مقربين من هذه اشتروا واي، هناك يثروا وناس تخسر وناس تثرى من دماء الناس ومن أقواتهم. مأساة، في أمان الله.